بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني قيمها بدنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبرنامج تضبادلاء، برنامج كان وحيدين سوى دياريسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. وبرنامج أن سؤالكم ويدينه شيخ محمد عبد أمل الله حفظه سبحانه وتعالى. تاريخ دعاوى وأفري تبنكي بشي أفراد كن أفر بقول صدن زيدي هجرية ووافق سن لبي تبنكي بشي كوبات لبكن تضبية تبنكا فدقنا نعاون وفدقي كوي صدنات سؤالها وحد كسوها قاتشين كرتان صناديق دا كن ركبا مساجدك أما إيميل كيما صد لي هذا إحسان ميديا إحسان ميديا إحسان ميديا @جيميل .com سؤالها واحد دب مركل وقطع عن كرتان وبيج كايما صد لي هذا هي إحسان ميديا .com .net إيو يوتيوب كذا إحسان ميديا سؤال شئنا نعاوى وجوه الرئيسة رقم كذا وأفر بقول لباتني سديد وحليه سائل كني وانين جنع صداء وسوق يسلي كجنع صداء وحليه هي السلام عليكم شيخنا الله كحف ديه مكوك بيسن كرابيها مسجدك مساجد كنن بو كتلمامي قبيس أن واجب أهين مسدم ببايجس وجارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أصلك وحوي بيها مساجد الله وقفي إن الله استعماله وهي صلاة اللقب نيسان يذكرك عليه سيدا مثلا إن لقوة يسيسته وحدث كير ليس كريالو أما قبيس واجب لقوة قبيسته وحدث كوين ليس كريالو الصلاهان تاصل لو تلقلي أما إن سيابك لو استعماله سيدا عبتان كله قبيس واجب هين وكله استعمال هذا النوع كله وحلو كرصد وكله وحيكوحر أنت هاي روحي وقفي إيه بحصدي نياديس نيادي أوكو قضايا كو بحيي أما لفظي هالنقطو أما عرفي هالنقطو إذا النوع عاسة هذي الله هايو أما عرفي قابة ساسو إن الله استعماله يساونا وقوقي هايو استعمال كابة عددها سداسة أما ما إيه نية أهان يلا فضي أهان ببصيدة أوفا صحي إساق نية ديسة هي قصة كيسة هي إذن كيسة لفظي قام عرفي قابة كحران تهي وحي كبحسن ويسدى هي قبيس كواجبك والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤالي أن أفر بقول لباتني سقال وحليه سائل كان السلام عليكم قبر قرب أيان قرسدي بلا ولي كدبنا سدح جير أو كلدوان بانفوري مدى كدبان أغادي إنيسان قبر مهرسمي كريم بلا ولي حدا ما كدونان كرا آبهات سيان مركل أو قرسدو أن أرتا نكاح والإلى أنت وحكم ذيها النكاح يذا فاسد كأه أن أصحين سيدك وعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علماء بدن كودنا أي قبان مسألة سؤال شو قصاب سنتها ومسألة الله يقانو علماء أكتوضا الطلاق في النكاح الفاسد قور فاسد أه وأن صح أهين فوريتان ما قبانا يا دي فوريتان كدب يمادو مس فوريتان كميش عم قالوا هو إح معنا مصة ما ينيو ومسألة كم إذا مسأيش خلافي جا علماء إسكو خلافين الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إيه إن بضنوا كم إذا علماء أي وحي قبان نكاح هدوب فاسد يا هاي وحد القذيه مقبته تلقذي كما السورة وذي قبان نكاح فاسد كالله بقى مد ليس له أقول يا هاي فساد كيسة يا مد ليس كو خلاف سيء يقول لبضا مين كلا قادن مرة دون نكاح فاسد يا هاي ولي لا أنبعه مرخاتي لا أنبعه مثلا
waxay leeyihiin sida ninka kula jooga reerka ku haystay furitaan haduu sameeyo furitaankiisu socon maayo laana waxay leeyihiin dalaaqu wuxuu galaa xaas xaasnimadeedu ay sax tahay iyo caqdi sax ah ayuu dalaaqu qabtaa waxay leeyihiin لأن الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح خاصة طلاق ورد كم إذا ردتك نكاح صحة يعقد صحة أيو الرد فيها يكحرين حدوسا مركا نكاح بصحة هين فرتان بمجري لي وحالك أقدر نيسا حدوسا نكاح فاسد أو أوفره أو هدنا فره oo hadana furo oo dalqadii ka dhamaadeen oo markaa kadib uu ogaaday in wixii inuusan wax jiraba ahayn dalqadahaasi ma saddex tagay baa laga soo qaadiyo xataa tankixa zawjan gayrahum miyaan dhahayna ilaa in nin kale soo marto kuma banaana mise waxaan dhahaynaa maadaama nikaaxiba uusan sax ahayn dalqadahanna wax jira ma ahayn saas daraaddeed hadda waxaa bilaabo waa guursan karaa labada kay tahay waa imaam shaafici alayhi raxmatullaahi wuxuu leeyahay dalqadihii dhacayna wax jira maaha guurkii ay ku salaysnaayeenna maba jirin sidaas daraaddeed hadduu uguursan karaa sidaasuu qabaa imaam shaafici alayhi raxmatullaah asalka qaacidadana waxaa ku waafaqsan abuu xaniifa laakiin sidaa marka la yidhaahdo arrintu waa inaysan noqonin xeeladaysi أرنت الشرعة ديدو الحيل المحرمة واحد شرا فرصمو إي حيل ديس الشرعة ديدي ومثلا مسألة دا وحي كاها الله مركي كاها الله ينفق هذا وحا ديح كرتا نين كاسي مركي وقبي ولي لآن تقبر دكو قبي إنو أغا نكاح ولي لآن إنو سنصح هين لكن وحوغا اسكالقي بحايو اسكاهيست hadhow markay dalqadihii ka dhamaadeen si uu janis kale u helo iyadoo nin kale soo marina uu guursado iyo wuxuu qiil ka raadiyey oo farsamo ka raadiyey inuu yiraahdo nikaaxii horaa wa qaldanaaba waana dad badan say sameeyaan taa iyada waxa la yidhaahdaa waa taxaayul cala shariica mana banaana sida uu leeyahay alimaam ibnu lqayim calayhi raxmatullaah markuu xiyalka muxaramka sheegayey wuxuu yidhi mithaal wuxuu uga dhigay man talaqa zawjatahu thalaathan nin xaasiisa saddex goor furay wa araada takhallusa min caari taxliil oo raba inuu ka takhalluso uu ka baaqsado haweenaydiisii saddexdii uga dhammaatay inay nin kale soo marto muxallalka wixii lay dhihi jirayna ceebtiisa inuu ka baaqsado doonay markaasaa waxay wadaadada qaar u fatwoodeen waxaad samaysaa guurkii aad guursatay dib u fiiri meelo duur guurkaasi laga duri karo laga burin karo raadi maalan in la yidhaahu kal bifisqi alwaliyi weligii gabadha ii guuriyaba waa faasiq ahaaba aabbaheed faasiq buu ah gabadhu markii uu guurinaya wilaayatu lfaasiqna maba guntanto halkaasuu kala qiil baxay ama ma inuu yidhaahdo markhaatiyadii gabadha marka la ii guurinayay ii markhaati furahay fasaqo wada qaad cunay ahaye halkaasuu marka raadinaya muxuu rabaa inuu yidhaahdo guurkii ma jirin saas daraaddeed furitaanadaydiina ma jirin haddee si cusub baan u guursan karaa si arrintaasi ugu suurowduu meelaha marka ka durayaa nikaaxii iyo guurkii ka durayaa arrintaa iyadaa marka waxay ka mid tahay min alxiyal almuxarama xeeladaysiga shareecadu diida bay ka mid tahay marka taa in laga digtoonaado waay haddii ruuxu uu jaahil ahaa aqoon darro u geysay uu moodayay inuu nikaaxa bilaa weligaa sax yahay sidaa ku haystay isagoon garanin weli markuu ku baraarugayna dalqadihii ka dhammaadeen madhabu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu leeyay waa guursan karaa laakiin adoo ogaaday oo ku haystay markay kaa dhammaadeen inaad tidhaahdo ma nikaaxii horaan jirin taasi waa xeeladaysi waay wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤالنا أفر بقولي صدن سؤالنا وحين نقصه قادي بالتوقع قول لغم قعابه الرحمة سنتر وحولي هي سائل كان السلام عليكم شيخ محمد
ما بران كرا بيبل كا كريستان كسي أن قال هذا وقو عديو قرادات كودا مركا أن لدو ديو تانا سواش كي جوابين هذا الكي هورين أخريي وحا إسكالها وحوكو يالا المسوع الكويتي وكو يالا لكن هذا الكي ابن القيم عليه رحمة الله إعلام الواقعين كو يالا أساقو واك لما عنه لكي واكدوه طيب سؤالاً جوابتي ذو حويان قرآنك الكريم كأه وحاقو الشيغي أفكار فربضاً إي عقائد فربضاً وباطل أه وحلقا إي كهربة شري وإنتو الشيغي كد ابن أور رديي حاكم إذا عقيدة دي النصارى عقيدة دي يهودة مجوستة مشركين تي عربتة وحي جري أفكار خربانها قرآن كو انتو شيغوه فكرة يوهدنا الردية ألكا وحاكا قادنا نبيك حديثي سنواسيدة صلوات ربي وسلام عليه وحاكو سأروري أفكار فربدا وخلدا وانتي حديث تشرح ده هدنا أي بري نيسو و أي ردي نيسو مركز سيدة دابا شركة إن لأوغادو وحمانت لأوغادو سيلو الرديو وهو مسلم مشروع قرآن كريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي أصل كإساقات المامية علماء المسلمين تنا خاصة عقيدة يهودية النصارى كتب قونية كألفين وأي كعديين سيدة إساقهر إيمان إيسو يسيدة أخلدنت وأخربنت وحكم إذا مثلا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله كتاب كيساء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وكتاب أكاها اللي توريد إنجيش الرجال أي هايستان يهودي النصارى ذو إيوه سيدة إستقهر إيمان إيسي خلادات كوكتشري إينا إيسان أهين تي إلهي سودكي تبارك وتعالى وحكم إذا أردي قيسي ابن القيم عليه رحمة الله سقر وككقري كتابك هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى سقر كتاب نوع عسوي مركب علماء ذوي كقرين طبعا مركب كقريان نوي برتين انتي برتين يا وحي وبرتين إن الرديان مركز يقولي بكتب كقرآن لكن وحي وبانتاي إن أدلوا تحذروا روحوا شروط بيع علماء كحيران أصلهان حديث باكرة أحمد بصو صاري النسائي غير كوت جابر بن عبد الله والنبي كورنا صلى الله عليه وسلم وحليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم وحوكو أرك عمر بن الخطاب قعنتيس وراق توريدة عمر وراق توريد كو قرنتهي أما نصوص توريد كو قرنتهي كعنت كو هيو نبي أرك صلى الله عليه وسلم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤاد حناق وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وحر أمتهوكون يا ابن الخطاب إن خطابه مكوى ورئرسان وقر إسكتوراته محاوحا إذين جاي وحكا لم يلها وقا أرسان إسان لقد جئتكم بها بيضاء نقية إلهي الرسالة دي سيبان إذين كياني أيضو عد وصافئة أو وح خلد كتشرين وأن وح بلق بدلين أو وح بلق درسنين أيان إذين كياني لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم بن رسول الله عليه السلام نبي موسى توريد لقصودك عليه السلام حدو ما أنت النولان لها وراعي لها إذين أني جنا إجت تجي لهيدين واللهم لهيدين بن رسول الله عليه السلام. حيا للنبي محمد هدي الله صوص عليه صلى الله عليه وسلم. وحي سوساري دي سكذن بيا ومضاها النول سجى إسكله وأتباع سجى سجى معنا ومدي سوى سجى الدين تي زين الرعاو. نبي موسى عليه السلام وقت جي سوى لما هذا توراة إنجيل وقت بيا الهاي. سيد أصدرادة حديث كاسوح تلمام يا إنه النبي كحنا قي صلى الله عليه وسلم ووراقة التوراة كقرآن تهاي. وعمر إيه رجل أي كعنتك وهايين تاسي وحي تلمام يسامر كمسألة ذو خطورة ذا أي لاذا هايو إنا عد والبئين إسكاك شائسان هاي المسألة ذا ساس درادت بعلماء شروط وحيو لغان عد برانا إساي كو حلوب هاي هاي إنو مركو هوري برتو كتابك إيا السنة ذا وإنو أقون لأي هاي دينة إسلامك الدوسان أقون لهاين أو إلا ذا كتبتا أنا جيش إيا توريدا برانا يا دين تيسينا ما يقان سيان أرد ديو مركضا بإساق اللومي
shubahaadka iyo waxyaalahaas uu akhrinayo wuxuu isaga ilaalin lahaana uusan haynin oo diintiisii uusan garanaynin laftiisa khatar galaya. arrintaasi marka ma banaana. Waa sida hadda ay tahay dad fara badan oo majaalkaa ka shaqeeya. dadkan inta badan Tawraad iyo Injiil iyo kutubtan ahlukitaabka iyo Kristanka khaasatan intay bartaan radinayaan, intooda badani aqoon uma leh diinta Islaamka. bal marar badan waxay iska noqotay wax lagu shaqaystay iska noqotay. waana si xumo waay. marka inuu ruuxu barto waay. hadda ka hor baa waxaan maqlay ninkii baabkanba u ahaa odayga u ahaa Sheekh Axmed Diidaad oo ninkii baabkan looga dambeeyey waay, khaasatan radinta diinta Nasaarada iyo Kristanka iyo aqoonteeda iyo say isaga hor imaanaysa in la caddeeyo. aqoon badan umuusan ahayn Axmed Diidaad, umuusan lahayn diinta Islaamka. ayadaha qur-aanka markuu akhrinayo akhrinta keliya wuu jajabin jiray isaga laftiisaaba yidhiba. mabaadi'da kale ee diinta iyo yacni caqaa'ideeda iyo iskaba dhaaf wax badan muusan ka aqoonin. saas daraaddeed waa maalin uu Nairobi yimid baa waxaan xusuusanahay masaajidka Jaamia Mosque isagoo ka khudbaynay ayaa waxa uu ka hadlayay shiicada iyo ahlu sunnaha maxaa u dhexeeya. markaasa wuxuu yidhi shiicada iyo ahlu sunnaha waxaa u dhexeeya madaahibta afarta ee ahlu sunnaha waxa u dhexeeya oo kale. yacni waxaa ka muuqatay inuusan madhabka shiicada iyo madhabka ahlu sunnada farqiga u dhexeeya xataa garanayn. sooma sax dhankaas uu baarica ku noqday, faarisul maydaan ku noqday, kamira keenay Nasaarada iyo Kristanka diintooda iyo dad badan ku soo islaameen, waa fiican tah. laakiin dhinaci naqsigu ku jiray oo ahayd inuu ruuxu diintiisa yaqaano waa arrin asaasiya wey, aan lii arrin lagama maarmaan ah wey. waxaa kaleeto oo qodob labaada qasadka aada u baranayso waa inuu yahay in aad ku radido, tanaaqudkoodana caddayso, ummaddana uga digto, iyagana ku soo islaamiso ee ayna noqonin inaad wareersantooda xaq ka raadinayso. laana haddaad xaq ka raadinayso diin la-aan baaba tahayba nin diin lama tihi. marka waxa way bihaadihi alquyuud iyo shuruudaas way ku bannaan tahay in la barto cidda baranaysa hadday shuruuddaasi buuxiso. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheenna 431 gabadhani waxay leedahay assalaamu calaykum sheekhana, ilma aan dhalay aadna aan u jeclahay baa u dhigan karaa xafladda loo yaqaan happy birthday-ga si aan ugu xuso dhalashadiisa? happy birthday yaa iska le waay, waa islaam baa le, waa dhaqan gaala ka soo jeeda wey. ma banaana nabigeenna wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum. dhaqamada noocaas oo kale ah in gaalada laga uruursadaay waa wixii leena yidhi khilaafa خالف اليهود والمجوس، خالف اليهود والنصارى خلافة أو دقمضة أو دقرم مرة ليني لكن دقن كوذا كقاتل لينا وديه ساس دراديت هدي خير كتشيرو أو وناع كتشيرو شين دين تينا دين له وح خير أو وناك أو الدنيا أم آخرة إن أنفعية دين تينو كما تقنين نوشكت وح شر أم حمان oo in laynooga diga ay tahay oo abduunkeenna ama akhradeenna dhibayana ma jiro ilaa diintu waa inooga digtay. saas daraaddeed hadduu khayr yahay happy birthday iyo waxyaalahan gaalada laga qaato hadduu khayr yahay nebi maxamed baa inoo sheegi lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. marka la iska daaya gaalo raacnimo wey, wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheenna 432 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum, waxaan ku hamiyey inaan dembi weyn sameeyo laakiin ma samaynin, ma dembi baa la ii qorayaa oo aan ka toobad keenayaa mise? hamiga aad hamiday noocee ah? ilaan hamiga waa laba nooc buu ku yimaadaa. nooc wax weeyaan waa wax khataraadka la yidhaahdo ama khawaatirta la yidhaahdo, xadiidu nafsi waa sheeka qalbigaaga kusoo dhacdhacaysa oo doonid ah oo damac ah oo aan qalbigaaga ku degin oo ku xasilin oo go-aan aadan ku qaadanin. ta noocaas oo kale ah laysuma qabto ilaa ama aad ku hadasho ama aad samayso sida xadiidka nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nooca labaadi wax weeyaan hamiga ah inaad go-aan ku gaadho inaad samayso
waad go'aansatay doonitaan kama dambaysaad gaadhay inaad dembigan samayso. Caziima la yidhahdo markaa. Haddii go'aan aad ku gaadhay inaad samayso, laba mid waay. In aad markiiba intaad xusuusato ilaahay dartii aad uga tagto, iyo in aad ama xisho dad uga tagto ama saad u raadinaysay baabad weyday waa kuu suuroobi waayey, ilaahay dartii maadan uga tegin. Markaasoo kale casiimada qalbiga waa lagu qaban, waa dembi inaad ka toobad keento u baahan. Laakiin hadduusan go'aan qalbiya casiimo gaadhsiisnayn lagu qaban maayo. Xadiid nabi baa jira sal alay wasalam, xadiid cabdillaahi bin cabaas, oo waxaa jira xadiidulqudsi ah, xadiid abi hurayrana uu jiraa oo nabiga hadalkiisa sal alay wasalam isla macnahaas wuxuu yidhi allah tabaaraka wa tacaala nabigu alla ka warinaya alle xasanaadkana waa qoray, sayi-aadkana waa qoray, kadibna waa caddeeyey, faman hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu lahu cindahu xasanatan kaamila. Ruuxii wanaag go'aansada inuu sameeyo oo aan wanaaggii samaynin duruufba u diida waxunbaa ka hor istaagay, ilaahay agtiisa wuxuu uga qoraa xasano iyo ajir dhammaystiran. Fa in huwa hama biha facamilaha katabaha allahu lahu cindahu cashra xasanaatin ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa adcaafin kaiira. Khayrkii iyo xasanadii waad go'aansatay inaad samayso, waadna samaysay, samayntiina waad ku dartay. Markaa ajirka lagu qorayo toban baa u yar, ilaa 700 ilaa laalaab ilaahay una ogsoon yahay. wuxuu nabigu sal alay wasalam, man hama bisayi'atin falam yacmalha katabaha allahu lahu cindahu xasanatan kaamila. Yaa xumaan baad damacday, go'aan baad ku gaadhay inaad samayso dembigii, maadan samaynin, ilaahay ajir buu kaaga qoraya. Laakiin waa goorma? Riwaayo kaleoo abu hurayra xadiiskiisa ku timid baa yaa qaydayso dhahaysa, innamaa tarakahaa min jaraaya, wuxuu uga tegay aniga dartay. Marka markaad intaad go'aansato ilaahay intaad xusuuso dartii uga tagto, markaa xasanaa lagu qoraya. Haddii uu addoonku damco oo go'aankeeda gaadho inuu sameeyo, qalbiga ka go'aansado sameeyana, hal sayi-aa loo qorayaa. Al-imaam ibnu rajab alxambali caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay, hamigan xadiidka ku soo aroray waxaa laga wadaa alcazmu almusammim alladii yuujadu macahu alxirsu cala alcamal. Yacni waa go'aanka qalbiga oo weliba uu ruuxu ku madax adag yahay inuu shayga sameeyana ku dadaalayo, ee shayga qalbiga kusoo dhacaya kadibna isbedelaya lagama wado. Marka kaa hadduu yahay addoonka waa loo qabanayaa, waana sida ay culimo badan qabaan casiimada qalbiga sidii ficil oo kaleetay la mid tahay. Marka inaad ka toobad keentay markaa u baahantay. Wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran. Su-aasheena 433 wuxuu leeyahy saa'ilkan, assalaamu calaykum, ruux deyn igu leh baa dhintay, lacagtii uu igu lahaa ma waxaan siinayaa ehelkiisa mise waan u sadaqeeyaa? Dadkii uu ka dhintay ee dhaxalkiisa lahaa baa iska leh. Mar hadduu meyd ku dhinto wuxuu ka tegay, mar alla markay naftu ka baxdo, milkiyadii lahaanshihii waa ka wareegaya, dadkii dhaxalkiisa lahaabaa markaaba yeelanaya oo uu ku wareegaya. Sidaas daraaddeed adiga kuma bannaana inaad sadaqayso, maxaa yeelay dadkii iska lahaa noo sadaqee kuma dhihin. Miskiinkan dhintay ee ka tegayna maba lahaba. Markan aad gacanta ku hayso, ninkii waa dhintay, milkiyadiisiina way ka wareegtay, dadkii dhaxalka lahaabay ku wareegtay, iyaguna noo sadaqee kumayna dhihin. Marka maxaad u sadaqayni? Xataa haddaad sadaqaysood masaajid u gelisood jaahil tahay, oo adigoonba weydiininba aad tidhaahdo alalahay saaxiibkay buu ahaaye, inta xoolihiisa la qaybsan lahaa masaajid u geli. Yaa waa lagaa magani, xoolaha aad sidaa ku bixisay dadkii dhaxalka lahaa markay yimaadaan jeebkaagaad ka bixini. Taa masaajidka aad gelisayna adaa iska leh, saaxiibkaa baad u niyootay, adaa sadaqaystay. Saas daraaddeed ma bannaana. Deyntan waxaad ku wareejinaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaa, sidaasaana lagu dhaxlayaa, lagu qaybsanayaa, asagu hadduu dardaaran ka tegayna iyagaa fulinaya. Wallahu aclam.
جزاك الله خيرا سؤالنا أفر بغر صدني أفر وحلي سائل كان السلام عليكم حاسك أيام كوأر كيدا استعمالي سكنين كأور كسور هذا كدبنا وان وانسكود عني أو وحي يقتري أفر وحي كلا قدرتي وح مهر كامر ربع شيخ أو مهر مية يقول هذا هاي مياد فرتم سماه فرين بكاريس موسى شيجين إنه فري مسا أو شيجين إنه فرروا لكن أينو قدرنا أنت إن قدر كأوجد بين أوين يدو إني استعماشو حيالها أور كلا تقال ما كنيني هالنقدو إربض هالنقدو مين كل الرجع هالنقدو وحيالها أور كلا تقال ما إني استعماشو يدو نينكيدو وسنكور هينين وخيانو يدم بوين واحد وأنا أرين دمركو كبدينهم إني استعماشو إلميهيو قنتمي وحي سوري دي لهانا ويبكسي وينت زوجكي خيانتي إي إلمك قنتمي ويسوري دي بأسور دهر سيدا استراديت معاملات كاسي ومعاملات أدو خلط وحا خلط لبادا مركي انتو كبرارو جناوحان اسكدا أويري وأي كتش وابت إفر أيضا وخل الله بعد ووحي قال إيسا حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم هوين إذي نين كيدو ويسات ويدي ستفريتان أيضا وحباس ستشرين أيضا وقل دنبا صوما ما ننت قيام هذا چند عرفت هذا مهشو مركا وخل الله دي سسارا أما سؤال إيساقو قصد كيسا أي أحيد هو مهر مية يقول هذا وحيكون حرنته هذه مهر كإني كتنازل شوي عفيدو هي فريتان كأي إسكو حرني وأي كتير هذا مهر كامر مهر كي وعفينا يا إفر أو أتصيد كفرته مهر ما أي لها وأنا مسألة الله يقانو مسألة الخلع واحد إنه قلنا الصوماليان أنو نقانو دل قذا إيبسي دل قذا إيبا لك لك تابا لحنا marka khuluc ba lay dhahdayo sida marka lay isugu xiro iyaduna meher yeelan mayso adigana ninka sida wax ku fureyna ku noqosho yeelan maayo chaaniski ku noqoshada ma yeelanay sawt maxay tahay adir waxba la kala gatay sooma hadaad caadi isaga furi lahayd ood meherkeeda siin lahayd chaanis ba lagu heli lahaa inaad ku noqoto marka la ku noqoto لكن هذا وحبات كلا إيبستين دل قده بيكتنا زو شيء حقه دي بيكتنا زو شيء ساسات كفرتي بدي عقاد وحنافستي هذا نينا سوء عشتما لغوه قلانا ايه بدي عدي العقتين إيسو علي بدي عدي نواهي سنة يا مصعونيس مصعونيس ساس دراد سقر وحواية سوء عشيقة وخلعوا طلق بائنا مر الله مركي سيدا الله فربا وعدة ترسان مهل عيد مهل عد مهل ديك بيترسان مسكبنا وخلاف كدي بنوي كورسان هذا ضربته إنا دي بيسوون نقطانا وإنا الرال يكون نقطة جور عصبنا إسكورستان أهل كذي كرهادسته أروس عصوي هول عصوة ما شرط رجعت ويا مرقاتك هذا وحقوسه نقطة مايا ساس دراديد صح مهر كوي على المجلس هذه أد مهر كعفين تيسا كفرتي مهر ما إلها هذا هو نسوح عشي مليه والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالي أن أفر بقول صدنيشن وحولي سائلك السلام عليكم قابين أي الشيخ صومالي أيان كو إمد دي بدا مدير كهر مدير كهر وحن سدريمي عريري بدا أولن كدينتا سيدا أنيقو أن صلاة جماعة كتوكا إي بيئذا أن شوغو أحمد دينتا دوغا دروكسا hadaba laba arin ayaa isku haya laba arin ayaan isku haya inaan ka tago afrika oo ku laabto inaan ka tago halkan oo ku laabto afrika ehelkayguna waxay ugu la dirirayaan arinkaas waxay leeyihiin lacag badan baa kugu soo baxday meeshan ciyaar kuma aadan iman marka iska soo noqmo soconayso ay leeyihiin wayna shaqaysata hadii aad baxdidna cid wax ku qabanaysa ma laha sheekh inaan ehelka ku kala goono arinkaas maxay diinta islaamka ka qabtaa ورتا مركه كوباد
diin la'aanta kugu dhacday iyo ciriirigaas aad dareemayso waxaa laga yaabaa inay sababteedu tahay mukhaalafaadkii aada soo gashay jidkii khaldanaad soo martay been iyo khiyaamo iyo laqdaba iyo markaad gasho midhaha aad ka goosani waa in lagu ciqaabo waay cuquubadu mar caafimaadkaagay geli mar diintaaday geli mar ilmahay kaa geli mar reerkay kaa geli marba meel bay kaa geli soo ma marka waxaa meelay kaa gashana diintaa u daran taas horta waa mida waxay u badan tahay ama sida nusuus tilmaamaysaba ay tahay waxaad kasbatay waa talabaadii wax weeye ruuxu meeshii uu diintiisa cabsi dareemo cibaadaadkaagii caqiidadaadii shacaa'irtaadii akhlaaqdaadii yaad halis dareentay inaad ka cararto wey marba haddaadan diintaada ku ilaashan karin kuna oogi karaynin waajib waxaa kugu ah inaad ka cararto inaad ka hijirotaa laazima haddii kale waxaad gelaysaa aayadda qur-aankii rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha culimmada jamaahiirtoodu waxay qabaan aayaddu waxay ka hadlaysaa waa dadka ku nool meel diintoodii ay khatar ku jiraan mustadcafiin ku yihiin diintii ayna ku yacni wax weeye camal fali karaynin ama qaybo ka mida marka waa inay ka hijroodaan hadday ka hijroon waayana daalimiin waay isla xadiidkii nebiga meeshaa ku imaanayo nebigu uri sallallahu alayhi wasallam ana bari'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin anugu waxaan beri ka ahay muslim kasta oo gaalo dhexdooda ku nool markaasa saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallahi lima oo rasuulilahi maxay ku dhacday wuxuu rasuulku yuri sallallahu alayhi wasallam laa taraa naarahuma gaalka iyo muslimka dabkoodu isma arko isma muuqdo culimmadu waxay ku fasiraan waa ruuxa muslimkee ku nool dhul gaalo oo diintiisa uusan ama u cabsanayo ama diintiisu khatar ku galayso arka inuu isaga hijroodo waay waa laazim ayib marna hijrada iyo dhulka inaad ka tagto sunnay noqotaa oo mustaxab bay noqotaayoo xataa adoo diintaada ku samayn kara oo diintaada ku oogi karaya haddana meel diin ahaan dhaanta hadday jirto inaad ka hijrooto waa sunna waa mustaxab xataa dhulka muslimiinta muslimiintu ay degan yihiin iyo bilaadda muslimiinta ayaa inaad u kala hijrooto ay mustaxab tahay marna waajibaysa dhul fisqi iyo fasaad badan meel dhaanto haddaad hayso inaad u hijrooto waa mustaxab sidaas daraaddeed ninka diintiisii khatar dareemaya inuu ka soo cararo oo ka hijroodo oo meel diintiisa u roon u aado ama waa laazim ama waa mustaxab mar hadday sidaas tahayna cid baa kugu goynaysa iyo qaraabaa ku goynaysa loogama istaago ciddii arrinkaa kugu goynaysa goyntiisu macno ma leh wax qiimo ana kuma fadhido khaasatan markay tahay waxa ay xujaysanayaan oo daliil ka dhiganayaan lacag badan baa kugu soo baxday yaa shaqayso oo diintaydii oo ka muhiimsan baaba khatar ku jirtee lacagta igu soo baxday maxay sheegi waa hadda dhaqanka soomaaliga jira waay soomaalida hadda nooli in badan oo ka mid ah diintoodu si kasta hadday u baaba'ayso qiimo weyn culays weyn kuma hayso laakiin waxaa kale weyn xoogaaga adduunyada ah war shaqayso haddaad doonto salaadaha haddaad doonto salaadu jawaan tuko haddaad rabto haddaad doonto marmarka qaarku ha kaa tagto adeer meesha maxaa u timid lacag baa lagaa soo bixiyey shaqayso hadiin diintani waxaad akhriyaysa maxay tahay waa hawsha hadda jirta waay saas daraaddeed ha kugu gooyaan goyntooduna waa qalad waxna kaasoo gaari maayaan diintaada la carar meeshay diintaada khatar aad ku dareento xataa aabbihi hooyaan laga dhagaysanayni meeshaa joogo shaqaysa aan laga dhagaysanayni diintaadu meeshay ku nabadgelayso ayadaa muhime inaad aada way wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna 436 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh allaha ku xifdiye aayadaha dambe ee suuratu lfaatixa ma ku ducaysan karaa sujuudda dhexdeeda si kale haddaanu ninahno ducooyinka qur-aanka ku soo arooray sujuudda dhexdeeda ma lagu ducaysan karaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan oo kale rabbanaa laa tusiq quluubanaa oo kale
اهدنا الصراط المستقيم وكلا دعوين كقرآن كالسجود لحيذا ملوك دعاي سكره مسألة سي سيقود حكوصة أروري أحاديث نبي جينا كسوغان صلى الله عليه وسلم حكم إذا حديث عبد الله بن عباس أحمد يا مسلم يا صوصاري وحن نبي قولي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا وحال إيدي ذي من نبي قولي طبعا الله أدي ذي إن أن قرآن كأخرية أنا الركوع سن أما السجود سن السجود ده حيث قرآن لقوم آخرين كرم ركوع دهنا قرآن لقوم آخرين كرم وحن نبي قولي فأما الركوع فعظموا فيه الرب مركز ركوع سنتهين اللويني تسبيح ذا يا حمدك سبحان ربي العظيم صوما وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم مركز سجود سنتهين كد ذال الدعاء وحي أبلو ذهي إن ليذن كأقبله إن ليذن كأقبله أي أبلنت مركز حديث كاسي وحو تلمامي إن آن قرآن لغو آخرين كان الركوع دي السجود حديث كالو في صحيح مسلم كيالو من حديث علي بن أبي طالب أي وحو ليه النبي وحو إقر ريبي إن آن قرآن كآخرية ومركان الركوع سنهي أما آن سجود سنهي ساس دردد قرآن كو وحو ليه ميلك هلي لكن الركوع دي السجود ميا دعوين كقرآن ك علماء قاربا وحيد أهدين هدي أن دعالو لنيوذ ودعاء ألقست الروح أوصن قرآن أخرنتي ألقستين مركا وكود دعاء سنكرا بعلماء قار كلي ومركا معنى الدعاء حنبار سنتها قرآن أهان ما سيدا علماء قار كود بامري لكن حديثك أما حديثت سيدا كم وقت إطلاق كذا يعموم كذا ما يسن كلا قادن أما الدعاء النيود أما قرآن النيود أحاديثت ما كلا قادن سيدا سدراديد سجود دحديدا قران ها اخرين حتى دعوين قران كان نقدين ركوع دحديدنا قران ها اخرين حتى دعوين قران كان نقدين ادعيه كلي تاجيرون قران هين او سو ارورتي كو وابرو ان شاء الله تعالى وميشا جلي وبالله التوفيق جزاك الله خيرا خير الجزاء سواشينا أفر بقول صدني تضبو وحوله سائل كان السلام عليكم هدي أيه يدي يجود عيسو إن حيل جركا عبسي أيه بقي صدرتي محيري كرا هو يدي وح قلدني يجود عيسو وقلت جركا حيري تانكيسو وحرام سيدا حديث النبي قطوس صلى الله عليه وسلم علماء الجماهير تظن أي قبان بل ابن حزم يعلم له إجماع بسوق كورنيان قد كحيري ديسين حاراني وحانا تلمام يا معناها أحاديث نبي جينا صلى الله عليه وسلم كسوغن سيدة حديث ابن عمر في صحيح البخاري نبي قول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى مشركين تي قال ذا خلافة وقد كبديع يعني سيدة يوم كذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أرخ اللحى خالف المجوس قركر هارعية أو مجوس تخلافة مسألة مرها دي أمرنا إلا دي دون أيتها قال هذا الخلاف شك ملها وجوب بفائدين إلا السميين التحريم بفائدين مركب مبنى أنا قرك إلا حيرو كابين تيسالك الدوضو لكن حيري دي سميه مرضي سيداس تهي إني هو يدا كوغو دعيسو ويكو تلا هذا قرك حير وانكو دعيني يا هذا يتكو تلا هذا الزينيسة وانكو دعيني ميالي ما يوان صوبة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما طاعة في المعروف سيد النبي صلى الله عليه وسلم واحد والد لغوية لو أمر كيسا لغو قاته ووحي الشريعة عن خلاف صنين ووحن إلهي أمر كيسي أمر كالنبي كهر إيمانين أما والد كدعادي سيء أرن كيسي أمر كيسو هدو كهر إيما دو شريعة والد كو خلدين دعادي سنة مكة عيس سعونيس دعا سعونيس ما اللهم هدو فعلا أوتشروه عبسي هدي جرتو أنا هين اسموتيس
ee maluhu u badan yahay ruuxa garka baxsaday inuu dhib soo gaarayo ama naftiisa ama muxuu ahaay xoolihiisa hadday jirto cabsi maluhu u badan yahay oo aan smoothsis ahayn markaasi ruqsa waa qaadan karaayo ruuxu garka waa xiiri karaa cabsi daraadeed jirta oo markaasi ruqaska shareecada ka mid tahayo وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه باب ضرورات بي مركا قليو حالة الروحة مسلم كي عبسي قلو قد كاسين خطر قلين يو مركا هو اسكحيري كرا ومسايشة علماء أي لهذان يعني إن قال هذا لغوة فقو ظاهر كا حالة ها سوكالوا برنان تهي هذي حالة داتو عبسي دو قب تهي أهو يأمه كود دعايس أمين كود دعاينيني ruqsada marka waad qaadan kareysa ama hadeen cabsi rasmi ah jirin ma xiri kartid wallahu aalam jazakallahu khayran su'aashina 438 wuxuu leeyahay saailkan salaan kadib waxa jirta lacag wax barashada post secondary education arurta loogu saaf gareeyo oo loo yaqaan wadankan Canada registered education saving plan marka la soo gaabiyo RESP dawladuna ay lacag ku darto damaan bangiyada Kanada ka jira markii aad accountiga furato lacagtaas la dhigayo waxa ay lacagtaasi ku daraan interest ribo lacagtana maadaama ay muddo dheer bangiga taalayso ilaa cunuga uu ka gaaro da'da 20aad lama bixi kartid inaad iska xirtid accountiga oo aad lacagta kala baxdo mooyee kadibna dawladdu ay lacagtii ay ku dartay ay la noqoto waadad la bixayso bangigu lacagta waxa uu ku sameeyay investment mana dooran kartid waxa uu sameeyay ku sameynayo sheekhana naga jahil bixi alle ajra kaasiye inay xaraanta iyo in kale hadii ribada la iska reebo lacagtaada iyo tan dawladda cunugu ay ugu dareeyso hadii ay ku safe gareysato aad ku safe gareysaa bangiga jazakallahu khayran horta bangiyada ribada ah in wax la dhigto asalkeedu waa xaraan لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان بنكيادو سيدودبا هانتيدا اوغو بدن اي كو شقيستان اي ربدا كدليان وا لعغها لا دغتوي الودائع واخ ليدها لعغها لا دغانايو تاداد اوغو دغتاي سنتوق كوغو جيرميس بنكيغو وا استعماليا لعغتن وددك ديمينيه دولسار كسارانيه ربدا كو غليا وا تادي sidaas daraadeed waxaad ugu kaalmaysay bangigu inuu riba galo adaa gacan ku sii wala taawanu cala ithmi wal udwaan bay hoos imaano sidaas daraadeed bay curimadu waxay yiraahdeen asalka mas'aladu ma banaana xataa in wax la dhigto xaalad bay ka soo reebeen oo waxay yiraahdeen haday daruuro jirto xooliina meel lagu xifdiyo aan lahaynin meel kale lagu ilaaliyo ma jirto khasnad lama gelin karo waa la dhacaya حالداس او كلمه ضروره اهان علماء او اوغلادين من باب الضروره تبيح المحظورات اي مركا او اوغلادين انو روح اكون بنكي ربا او دغان كرو لعقتيسا واس غورما مركو وايو بنكي اسلامي بنكي اسلامي مركو وايو لعقتينا او وبقو ميل كلو او كخفدينا او سنهين مركا وا ضروره لكن مساله اصل كيدو واسيدا ان سو شيغن طيب taahurto misalada asalkeeda insa loo ogaado talabaadi wax weeyey sida muqata ilmaha lacagta account-ka loo dhigay dawladuna wax ku dareeyso bangiguna dulsaarka uu iyo wixii ka soo baxa uu ku dareey hadana investment iyo wuxuu gelinaya ganacsigu gelinaya ganacsigu gelinayana ma garanays ma xalaal ba mise waa xaraam siday u badan tahayna bangiyada ribadu investmentigoodu waa xaraam لأن السيد غالب كا والعقد دل الديميو كديبنا ربا لغا كيانو معامل هذا أقول بضاني فإذا أي كهلا بانجيه دو تايا داو مركا دلسار كي إيو شقدي حوالها كو شقين وحي كسو بحي ويساقنا أقول بضانينو ربايا هاي سي اللوكالا سارو العقدي أصل كا هاي تي أدوغو عدكت إيو تي دولة دو كدرت إيو دلسار كا ربا دا إيه بانجيو كدر هاي in la kala saaray waqtigu haduu dheeraado ma fududa laga yaabo ilmuhu isagoo laba jir ah
ama shan jir baad laga yaabaa inaad akoonka furto. Markuu 22 sano jiro yaa lacagta la soo saari karaa? Tayib, 22 sano lacag isdul fuulaysay oo riba fuulaysay oodan saari karin, 22 sano kadib seed ku garan waayay tii ribada ahayd iyo tii asalka ahayd, in la kala saaro may fududahay. Tii ribada ahayd ee bangigu saaray haddii la gartase, midii uu ku shaqeeyey lacagta markuu ku shaqeeyey xaggee buu kaga shaqeeyey? Wixii ka soo baxay ma xalaal bay mise xaaraan bay? Miyaad garan kartaa? Ayadana waa ishkaal kale waa. Sidaas daraaddeed arintaasi in la iska daayaa fiican. Haddii laga maarmi waayo oo ay meelaha qaarkood oo kale ta qasab noqoto, markaasi waa in lagu dadaalo in la kala saaro lacagta bangigu saaray, ama dulsaarkan caadiga ha noqdo, ama mid uu ribix iyo faa'iido u leeyahay waxaan ka keenay lacagtoon ku shaqeeyey ha noqoto, taa waa in gooni loo saaro kadibna lagu bixiyo masaalixda iyo danaha guud oo aan la isticmaalin. Haddii taa la samayn karayo oy fududahay, markaasi wax weeyaan laabaas. Laakiin way adag tahay waqtiga dheer iyo lacagaha xaaraantii inta xalaasha in la kala saaro. Saas daraaddeed in laga baaqsadaa fiican oo la iska ilaaliyo. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Su'aasheenna 438 wuxuu leeyahay saa'ilkan: asalaamu calaykum sheekhow, ilaahay ha ku xifdiye. Su'aasheedu waxay tahay, waa gabar weeye dinta tinta, tintinta ma lagu daban karaa dun? Ma ahan buruuko bay tiri oo tintin lagu daray, laakiin tinta oo aan isgaarin awgeed dunta ma lagu kabi karaa? Nabigeenna sallallahu alayhi wasallam wuxuu lacanaday timaha ilaahay uu dumarka siiyey ama raggaba ku dar, in timo kale lagu daba kabo buruukadan iyo waxaanay dhahaan, lacnad baa ku soo aroortay mara banaana. Ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u timaado haweenay oo tiraahdo, rasuul ilaahay gabadhayda aroos bay gelaysaa, ninkii baana cagta cagta iigu hayo ilaa gabadha ii guri keen leh. Gabadhana timihii baa ka buubay, gabadh timo ka buubeenna nin lama horgeyn karo, way la qiil baxday. Ee rasuulka ilaahay uu timo ma u saaraa? Nabigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, maya masalada lacnad adag baa ku saaroortay. Taa waa sida timaha waxa lagu daba xidhaya ee xadiisku diiday, ma markii timo kale lagu daba xidhaa mise wax kastaa soo galay? Riwaaya fi saxiixi Muslim ku sugan oo Jaabir bin Cabdillaahi warinayo ayaa wuxuu leeyahay, zajara Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an tasila almar'atu bi sha'riha shay'an, nabigu wuxuu reebay inay haweenaydu ku daba xidho timaheeda wax kasta, wuxuu dooni ha noqdo wuxuun ma kala qaadi. Marka cumuumka shay'an waxaa laga fahmayaa waxa ay ku daba xidhaysa, ama timo ha noqdo ama wax kale ha noqdo, inaan timaha waxba lagu daba xidhi karin. Tayib, sidaas waa sida daahirka xadiiska ka muuqda. Culimo kale, taa waa madhabka jumhuurta iyo siday u badan yihiin, inaan waxay ku daba xidhaysa ama timo ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen inaan la ogoleyn. Laakiin culimada qaar ka mida sida Layth ibn Sacad iyo fuqahadii qaar ka mida waxay leeyihiin, waxa la diidan yahay waa timaha timo u eg, timo in timo lagu daba xidhaa la diidan yahay. Laakiin waxay timaha ku daba xidhay hadduu wax kale yahay oo nooc kale yahay, sida karin oo kale, mara oo kale, waxyaalo kale ay timihii ku dhex dartay oo aan timo ahaan u muuqanin, markaa waxay leeyihiin nahyiga ma galayo. Masaladaasi masale u egna waxaa fatwooday Alimaamu Axmed Caleyh raxmatullah. Abu Daawuud baa sana saxiixa wuxuu ka warinayaa Saciid ibnu Jabayr taabicigii la dhihi jiray inuu yidhi, laa ba'sa bilqaraamil, qaraamisha wuxuu yidhi Axmedna sidaasuu maray. Qaraamisha maxaa la yidhahdaa? Waa jamcu qarmal, waa qarmalkana waxaa la yidhahdaa waa nabaad dhulka ka baxo oo laama dheer dheer oo jilicsan oo timaha lagu daba xidho. Waxaana laga wadaa bay leeyihiin liilanno xariir ah ama suuf ah, cudbi ah, oo inta la sooho haweenku ay timahooda ku daba xidhaan ama ay ku xidhaan. Kaa qaraamil baa la yidhaahdaa, waa midka Saciid ibnu Jubayr taabiciga Imaam Axmedi ay banaynayaan. Marka waxay leeyihiin waxa la diidan yahay xadiisku diiday waa wixii timaa oo timo lagu daba xidhayo, laakiin wixii aan timo ahayn wasliba ma aha bay leeyihiin.
وصلي دين تودي ديبا ما أي أها وحكى لي تو إمام ابن حجر عليه رحمة الله أوحيتي أو يسوي الرجحية وحتى أنت لوجود إحضاري حدو يا وحكى صوعا أو أنت أهان أموقنين مركا ويسكبرنا أنت وحو هدو يا وحتى أنت ماذا حكوت على أؤك أو لو إكسي أو تما أهان نقدينا مركا ما بنانا سداسانا وحولي هاي وانا مذهب حق بدن بلي ابن حجر عليه رحمه الله اديق المهم وركا مركان سو كوبنو اديسن وحا تيمها لدخ غيرن اي تيمو لوغو دبا خيريا اي سنهين اي ليلان ايو حريق ايو دون تيمها ليسو خيريا اي تاي سي سؤاشا كو تيمي تيمي با اسكو قبان واي بركاسا دون لو استعمالي تيمها اسكو قبطا اما وحيابان كلي هدو دمر كو تيمها كو قبطان وي كاسو كليتو سيدا موقتا حديث كما سو غلي لأن ما أها تين تين لغو دب حري تام ما أها نو عاسو كلي مركا الليلا مثلا تيما هات سو حدو كلي حريق أو كلي وحيا لاسي إن شاء الله تعالى وحدي بما لها والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤالشينا قدن بيس برامج كنا نعاوة وأفر بقر صدني سقال وحايلا ذهي قبضني السلام عليكم شقابه يوحو هو يدي فري أنيقو كتير علوش هو يدي وحايسو كريسي هو يدي رفاد يدب كدب markaan weynaaday waxay soo doontay wiil waxaan ku yiri aabahay iga doono aabahayna waa diiday wuxuu yiri qabiilada isma gursano waxaan u tagay qaadi rashiid dabcan waa halkan weey aabahay buu la hadlay kadibna qaadiga go'aan wuxuu qaatay inuu meheriyo sheekhana meherka ma aan saxayaa odayga Soomaaliyeed u fiirsado odaygaasi gabadhii buu dayacay Muuse korinin markay weynaato guur gaadhayna intay ixtiraam tabay aabahay laga raasadatay meeshii uu isgaran lahaa khald ku sameeyay gabadhan qadarintay sameysayna uu tix gelin lah dhaqankii oday Soomaali buu la yimid oo wuxuu yiri isma bageynaba isma guursan soo wax ajiib ma qadir rashid waa ku mahadsan yahay odayga horta inuu gabadha ka guuriyay qadir rashid waa qadiga Nairobi qadigeena Nairobi waa qadiga xigeenka Kenya marka odaygaas oo kale qaabku u fikiray qaab saxsan ma aslan horta masalada banaan ma aha gabadha in loogu diido ninkan reerka uu ka dhashay isma guursano gabadha ninku haduu kuf u yahay diin iyo akhlaaq leeyahay uu geeyo geeyanku waa diinta waa iyo akhlaaqda sida xadiithku sheegay in loo diiday saxma tayib hadii qadiyada intay dhacdo qaadi loo geeyo sida haddii su'aashan ku saabsan oo qaadi sharciya qaadi rasmiya loogey qaadigi arintii uu baaray waligii uu la hadlay waxa uu soo baxday waligeen inuu gabadha ku ciyaarayo mas'alada cadil galeerada meermeerin iyo xannibaad inuu ku sameeyay qaadigi markuu arintaa ogaaday uu gabadhii meheriyay meherkaasi waa sax aba lagaga noqon maayo laana gabadha markay wali la'aan tahay ama waligeedii ku ciyaaro u guurin waay sidoodayaasha qaar kamid oo kale wuxuu leeyahay intaas oo xoolaha hadan la isiinin kuma guurinaa oranuhu ma adoon la iibsadaana masidii neef ariyo xerada kuugu jira suuq geysanaysana wilaayada waxa loogu dhiibay odagne gabadhaya munaasib ah inuu fiiriyo laakiin inuu ciisan u iibsanayo kale ka dhigto ma soomaa warka haduu la yimaado sax mas'alada waxa loo geeyay maxkamada qadaaga ayada baadi haday cadaato sabab aan macquul ahayn inuu waligu gabadha guurkeeda u diidan yahay oo xanibayo qaadigu awood buleeyo marka inuu intuu ka tilaabsado inuu guuriyo guurkuna waa sax nabigeena wuxuu ri sallallahu alayhi wasallam fa in ishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliya lah gabadha dadkii awliyadeeda ee guurinteeda lahaa haday isqabsadaan oo murmaan oo la kala saari waay gabadhii guur la'aan ahaan mayse waxaa loo geynayaa madaxa muslimiinta iyo qaadiga iyo dawladda loo geyn ayada marka guurineysa nabi sallallahu alayhi wasallam waana mas'alada fuqahaadu ay cadliga u yaqaanaan way gabadha marka waxaan dhihi lahaa hadii qaadiga aad u tagtay aabaha uu raadiyay arinta uu baaray ku qancay inuu ku guuriyo guurkaasi waa sax waxba lagaga noqon maayo hadaa billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi